اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ميسي اشمعنى والله يعني يا فجأة كده؟ هو مستر مانويل يعني جت في تمرين كده، فاكر التمرين اللي هو الفينش ده كان 2004 2005 2000، لا 2000 2007، لا 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 قبل 7. 2005 كان مسميني مارادونا، كان الاول يقول لي مارادونا، بعد كده ميسي دي بعدين لما لعبت عليه بقى. فهو في التمرين كان فاكر كان بيحب يعمل الفينش اللي هو الار 2، فاكر ما بيحبش حد يشوط، بيحب يركنها. فانا التمرينه دي كنت غريب قوي فيها، عمال بشمال ويميني عمال احط في حتت غريبه ما اعرفش، وتروح بشمالي كده ويميني تخش في جول. انا اصلا مستغرب نفسي يعني. انا مستغرب. لقيته راح اول واحد ورا قال لي ايه ده انت بتلعب بشمالك، ده انت بقيت ميسي بقى خلاص. هو وقف وقعد يسقف، انا قاعد فاكر يسقف وقعد يقول لي انت ميسي ميسي، وقعد يبص للسما كده ويعمل وبتاع. هو مستغرب. بس فهو ساعتها بقى قعد يقول لي ميسي ميسي ميسي، حتى هو متنرفز ساعات كان بيقول لك ميسي على طول. لا هو المشكله بقى مش فيه، اما رجع بقى الولايه الثالثه بتاعته اخر ولايه، كان معاه مساعد اسمه بيدرو. فبيدرو شايف مستر مانويل عمال يقول لي ايه ميسي ميسي فقال لك ميسي بقى ده ميسي، يعني ده وده حاجه. التاني شافني ورا عم بلاترس في الناس. مين فهو ده؟ مستغرب قوي ميسي كده. رحت انا رحت قلت له على فكره مستر بيدرو ده ميسي، ده بس ده نيك نيم، كان في الحقيقه انا ما بعرفش ما اباصي. بعرفش اباصي. مستر مانويل ما بعرفش اباصي، ده انا مش حريف، انا مش تاخد مني حاجه ان انا اطلع ارقص.